اهلا بكم مشاهدينا باولى فقرات حلقتنا لهذا اليوم من صباح كربلاء. إن وقفه قصيره مع بعض الدراسات العلميه اللي من شانها تعرفنا على معلومات جديده، خصوصا اذا كان الموضوع يتعلق بالصحه العامه للانسان، ونبدا بالغذاء. اولى الدراسات اليوم ويانا تقول تجنبوا اضافه الملح الى الطعام لعمر اطول. أظهرت دراسة حديثة أجريت على 500 ألف بريطاني في منتصف العمر إن إضافة الملح إلى وجبات الطعام مرتبطة بوفاة مبكرة، ووجد الباحثون إن إضافة الملح دائما إلى الطعام تقلل أكثر من عامين من متوسط العمر المتوقع للرجال وسنة ونصف السنة بالنسبة للنساء، وفق ما نشر الجارديان. ولم تستبعد الدراسة بشكل قاطع العوامل الأخرى مثل استهلاك الملح باعتباره مسببا لنمط حياة أقل صحة بشكل عام، لكن الفريق الذي يقف وراء العمل قال إن الدليل كان مقنعا بما يكفي، بحيث يجب على الناس التفكير في تجنبه بوجباتهم. وقال لبروفيسور لوتشي من كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة بجامعة تولين والذي قاد العمل، قال حسب علمي فإن دراستنا هي الأولى لتقييم العلاقة بين إضافة الملح إلى الأطعمة والوفاة المبكرة حتى التخفيض البسيط في تناول الصوديوم عن طريق إضافة القليل من الملح أو عدم إضافة الملح إلى الطعام على المائدة. من المرجح أن يؤدي إلى فوائد صحية كبيرة، خاصة عندما يتحقق في عموم السكان. إذا كل ما ننتبه إلى موضوع إضافة الملح بالأطعمة أنه لازم نخلي في بالنا لما نريد نضيف الملح، لازم نعرف أنه إحنا بنساعد في تقليل سنوات عمرنا. والرجال سنتين والنساء سنة ونص، أكو تخفيض بس بالموضوع. يعني صراحة الأكل ما بيه طعم بلا ملح، دائما يضربون بيه مثل يقولون يعني ملح الطعام هذا. صح، هو إحنا لو نخلي ملح بحري نستخدم أو الملح هسه اللي شائع عندنا، يعني الأملاح اللي ما تكون مؤثرة بشكل يعني كل ما يكون الملح طبيعي كل ما افضل. حتى الملح الصخري ايضا مفيد، ملح الهملايا متوفر بالسوق، واكو الى يعني مملحات خاصه هي تطحن بلي. فممكن انه انا يعني استعيض به كبديل، حتى ملوحه تصير يعني طبيعيه معتدله ما تحسيها لاذعه. وحاول انه نعود نفسنا ان تقليل الملح بالطعام اصلا. يعني هسه اذا عندنا اطفال صغار خلينا نحاول انه نعطيهم نمط صحي من كثر ملح. لكن هنا وين ليلى؟ موضوع انه وضع المملحه اصلا على المائدة كأنها ما تسهل عليش انه تاخذين وتخلين ملح. صحيح. والملح طبعه طيب بالاكل، هو حتى لو اذا ماكو مملح على الطاوله نقوم نجيب ملح، لانه صراحه الاكل ما يستساغ. لكن بعد هذه الدراسه لابد انه شويه لا بعد واحد اذا يريد ما يقلل عمره بعد هو يمه. صحيح، لانه اللي يكثر ملح بالاكل راح يتعود على هذا المذاق، لما يعني شويه يقلل ملح تحسين انه الاكل ما بيطعم يصير. اي لابد انه شويه ندير بالنا بالبدايه نخفف تدريجيا، والا يعني مفاجأة او اي لا ما ينفع، لازم بالتدريج. يعني كله بالتدريج ممكن انه يصير صعب على الامهات. انا الدراسه مالتي كانت عن الملح، شوف دراستي. نعم. شو المعلومه اللي تعطينا اياها عن شنو؟ المحليات الصناعيه خطر على القلب. طيب، اثبتت دراسات ان المحليات الصناعيه خطر على القلب. توصلت دراسه فرنسيه حديثه الى ارتباط المحليات الصناعيه بزياده مخاطر الاصابه بامراض القلب والاوعيه الدمويه والدماغ. بعد أن أشارت النتائج إلى أن تلك المحليات التي يستهلكها ملايين الأشخاص في العالم يوميا وتتواجد في آلاف الأطعمة والمشروبات لا ينبغي اعتبارها بديلا صحيا وآمنا عن السكر، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية. وأكدت نتائج الدراسة التي شملت 103 آلاف شخص فرنسي إلى وجود ارتباط مباشر بين زيادة استهلاك المحليات الصناعية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأيضا تناولت الدراسة التي قادها خبراء من جامعة السوربون في باريس تأثير تناول المحليات من جميع المصادر الغذائية بما فيها المشروبات ومنتجات الألبان، وقارنها بخطر الإصابة بأمراض القلب أو الدورة الدموية. وبينت أن استهلاك المحليات الصناعية ارتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 9%.
إذا يعني مشاهدينا يعني شفنا أنه الكثير من المضار الخاصة، يعني ليلى تشوفين أنه شقد إحنا ناكل محليات صناعية بحياتنا. أي يعني أبسط شيء هذه النساتيل، الكاكاو وغيرها، أو الستيفيا. هسا إحنا نعم. بما أنه بديناها بملح الهملايا اللي يعتبر نعم. يعني واحدة من الخطوات اللي يتبعوها اللي يردون ينقصون من وزنهم أو يتبعون رجيم أي هدف كان، أول ما ينصحون الخبراء بموضوع تقليل الملح والسكر يعني تدريجياً، ويحاولون انه كل ما يقطعهن الانسان كل ما افضل، حتى يطلقون عليها السموم البيضاء. صحيح. هذا اللي نعم. مصطلح الشائع عندنا. فمن يقللون السكر يستبدلون مباشره بدائل السكر اللي هي الستيفيا وغيرها المجموعات اللي وياها. فهل هذا الموضوع انه يعتبر امن، بحيث انه بعض الشركات صارت تصنع حتى الحلويات والكيك من الستيفيا باعتبارها انه فد شيء امن على الصحه؟ خصوصا الدايت، يعني اللي جماعه اللي يستخدمون دايت هذا ممكن انه ياثر بصوره كبيره على صحتهم، لكون هم يتجنبون السكر وياخذون يعني استعاضه عنها المحليات الصناعيه. بلي. فيمكن هم ما منتبهين لهذا الخطر. بلي. يعني صراحه هو واحد يحتار شنو يخليه. انا اقول لك يعني اذا ترزين رايي، يعني هسه خلينا نرجع، اهل قبل كانوا ياكلون يعني شقد التمر مثلا قبل الشاي حتى نعم. يستغنون عن الفاكهه بها نسبه سكر جيده وطبيعيه وامنه. مثل ما قلتي الاكل شيء يعني ما ينوكل بدون ملح، زين نعم. الشاي شلون راح ينشرب مر؟ اكيد ينشرب مر نعم. صعبه، بس الا اذا تدريج، نرجع لنفس النقطه اللي ذكرتيها بالبدايه انه احنا ندرج يعني نعم. اذا استبدل صغيره اي نعم. ابدله مثلا بالستيفيا او البدائل السكر الثاني، اقلل شويه شويه الى ان اعود نفسي. يعني ليلى ضروري احنا نقول بهذا الموضوع، لان اكو هوايه من الناس يمكن ما يشربون شاي الا نص استكان شكر عفية. وهذا كل هوايه يخلون مضر بصحتهم، يعني بس بقى انه يدير الشاي بقنطار الشكر ويشرب. هذه بعض المزحات اللي يستخدمها البعض في التعبير عن كثرة السكر بالشاي. بلي. أكيد إن شاء الله لازم نحافظ على صحتنا. اختصاصيين الصحة آخر معلومة نقول لها للمشاهدين بهذا المجال، أنه يذكرون نسبة محددة لاستهلاك السكر واستهلاك الملح اليومي وحتى استهلاك الدهون، يعني نسبة يخلون بيها بسيطة بحيث أنه هذه ما تأثر على الصحة. يعني هذا اللي ذكرتيه أنت فعلا، يخلون كل هواية شكر بالاستكان أو بالكوب مات الشاي، بحيث يعني لازم كلش حلو. هنا أنا هواية صعبة هنا راح يؤدي صحته، وخصوصا يعني الأبيضين مثل ما ذكرتي أنه هاي السموم البيضاء، السكر، الملح كثرتها، يعني من عمر الأربعين فما فوق لازم شخص يدير باله كلش زين. يمكن إحنا العشرينات يمكن اكلنا كثير، مهتمين النسات الحلويات، يمكن الانسان يخربط هوايه بالاكل والغذاء الصحي، بس لما نوصل بعمر معين بعد الايض يخوف والعمليات الجسم تبدي انه ترميمها مثل نفس الكفاءة الاولى. نعم، فلابد انه شويه ندير بالنا على جسمنا شويه رحمه به. نعم، نتمنى الصحه ان شاء الله والعافيه للجميع، وكل ما ننتبه اكثر على طعامنا، كل ما نكون احنا قد حافظنا على جسدنا، لان احنا نمتلك بالحياه هو جسد واحد، مستحيل انه نحصل جسد ثاني احتياطي او ممكن نحصل اعضاء احتياطيه. احنا اللي علينا نسويه نهتم بصحتنا من خلال غذائنا، واللي كاتب لنا يا رب العالمين خلاص احنا نستقبله بقلوب صادقه ان شاء الله.